الكليه بتونس. حبوا نعرفوكم اللي في الكليه هذه على اساتذه شرفاء. اول حاجه يعلموها لنا في القانون الدولي هي حق الشعوب في تقرير مصيرها. اما عندنا زاد شق اخر من الاساتذه اللي علمونا في قاعه الدرس انه دوله الاحتلال، الدوله اللي قاعده تقوم باباده جماعيه لشعب كامل، هي الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط. الاساتذه هذوما اليوم ماخذين كلمه الافتتاح. اعزائي الطلبه الفلسطينيين زاد اللي باش تقراو في الكليه هذيا، عندنا زملائكم بعد ما نسميو منهم مدحت، اللي بعد ما استشهدت اشتر عائلته في مخيم جباليا او معسكر جباليا كيما يحبوا يسميوه الناس اللي تعترف بدوله الاحتلال، بعد ما استشهدت اكثر من اشتر عائلته يجي ويسمع الكلام هذايا. اليوم في المحاضره الافتتاحيه اللي عاطينها الاستاذ يعترف بدوله الاحتلال اللي تقوم باباده جماعيه واللي لليوم قاتله اكثر من 40,000 شهيد. عندنا الجمعه اللي فاتت زميلنا والده استشهد. اليوم نحن نسمع في محاضرة افتتاحية من إنسان يعترف باحتلال ويسميه دولة ديمقراطية ووحيدة في الشرق الأوسط. ما نعرفش علاش ما سمعناهاش اليوم في المحاضرة الافتتاحية.